السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي، قناة تحديات المرأة العاملة سميسرة. اليوم جيتكم بوصفة مقبلة بعجينة التوريق. طب في هذه المقبلة واش نسحقوا؟ نسحقوا عجينة التوريق، ومن بعد نسحقوا مقلة نديروا فيها شوية زيت، وزيت بصل مفروم، شويه معدنوس، شويه فطائر شامبينيون، زيتون كحل، وثاني زيتون اخضر، صفار بيضه، اسكالوب، اللي عندكم اسكالوب، اللي يحب دجاج، اللي يحب دجاج مرحي، اللي يحب لحم مرحي، اللي يحب الثوم، هذا يبقى اختياري، وثلاث سنات الثوم وشويه سلق. دونك حاجه الاولى اللي نديروها نحطوا البصل تاعنا يتقلى، نديرو رشة ملح، شوية فلفل كحل، شوية فلفل كحل، ونخليه يتقلى. اونطخ طون عندنا هادوك الفطائر تاعنا، دوك نقسمهم كاع هكاك. واش نديرو؟ نوجدو اون بيتيت صوص بيشاميل. على هاد لاصوص بيشاميل نسحقو حوالي مغرفة كبيرة تاع الزبدة، نخليو هادو، وهذه المغرفه الكبيره تاع الزبده نزيد لها مغرفه كبيره، نزيد لها مغرفه كبيره تاع الفرينه. الو غير دوب نزيدها لها، وغير كيما يدوب تخلطوا لي بيان الخلائط، نفرغ عليهم كاس حليب وندير لهم بون كل وحده واش عندها. انا عندي هدايا ندير نص هديه تاع الفرماج، تقدري ديري زوج مثلثات تاع الفرماج. هاي لي طب ما دبت لنا هذيك الزبده، نزيد لها المغرفه الكبيره تاع الفرينه ونخلط مليح. مليح المكونات تاعي هاو لي القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، باش معاك نزيدوا له كاس حليب. نزيد له كاس حليب تاعي، ونزيد له الفرماج، ونزيد له الجبن، نخليه حتى وين يتقال. الو هنايا نحي بعد ما طاب هذاك البصل، نحي مغرفه باش نديرهم في صلصه الطماطم اللي حندير بهم ليكيش. نحي هذاك البصل، عندك في هذيك المقله تاعي واش ندير؟ نطيب دوكا لي زيسكالوب، نرمي له شويه زبده، شويه زيت، نرمي الملح، نزيد له ثوم، خلاص طاب سي بون. هاو ديك القوام اللي نسحقو باش تكون عندكم فكره، باسكو هذا يكون با يكون جاذب بزاف. نخليه دو كوتي، ندير شويه فلفل كحل، غادي نخلط شويه هذيك الثوم، وندير هذوك لي زيسكالوب تاعي يطيبو. راني حبيت دير اليوم داشي لحم مفروم، إلا دير هاد هاد الحيتية بالطون سي بوسيبل، هادي عاد قضية ذوق. فوالا نخليه يطيب بعقلو، ونرمي له هادوك لي شامبينيون مع لي زيسكالوب. هاولي بعد ما طاب هداك شرائح الدجاج تاعنا لي زيسكالوب، قلت لكم الاختيار، نزيد لها هذاك السلق اللي قلت لكم عليه مفور وطالي، نخلطو عليه كي يطيبو كاع، نفتت كلش ونخلطو مع البصل ونعاود ندير عندكم فيما بعد. هنا بعد ما فتنا كاع الدجاج تاعنا نحطو كلش هنايا،
نخلطوا كاع المكونات تاعنا لي طون نوجدوا لا بات فيتي تاعنا. هذا زيدوا له هذاك البصل، نزيد له هذاك الزيتون الاخضر، نزيد له هذيك لاصوص بيشاميل تاعي على حساب الحاجه، ونخلط مليح. هاوليك المول اللي حنطيب فيه. دونك المول تاعي دهنتو بشويه زبده باش ندير داخل لاباط فيتي. وندخل كاع لاباط فيتي تاعي كاع هذوك الحواف الزوائد. فوالا هاوليك بعد ما قطعتها ونقطبها كاع هكايا ديرها فوقو باش معاك ندير الحشو تاعي. وهادي ما نعجنهاش نو، هادي كيفاش ندير لها نحكمها غير هكايا هكايا اي سي بون، ونخليها تعاود تريح. هنايا وجيت تقيس حبه طوماطيش باش ندير صلصه الطماطم لهذوك لي كيش، من بعد تشوفوهم كيفاه. هنايا نحكم هذاك الحشو تاعي نحطو هنايا كاع. هنايا نزيد نحط هذيك لاباط فويتي تاعنا فوقها، نحبط كاع هاد الجوانب، ندير شويه بالبانسو هنايا تاع الماء جوج باش يلصقوا لي باش تلصق لي الطبقه العليا مع الطبقه السفلى. وندير هادي من الفوق، ندير ابي بري ونقطعش ما نسحقش. وصي غير هكا بالغلوت تنحى وحدها، نسقمها كاع ندخلها كاع لاباط تاعي. وهنايا ناخذ لاباط فيتي اللي قعدت لي نديرها خطوط رقاق. الو هاد الحشو تقدروا ما ديروه للبوراك البريوات يعني كيما تحبوا. اليوم درتها لكم بطريقه العجينه المورقه، فوالا قطعوها رقيقه رقيقه. نجيب جرارة ندير هذا قدامي باش نشوف ابي بخي الطول. شويه برك فرينه باش ما تحسليش، نجبدها شويه. نقطع شرائط بحوالي 1 سنتيمتر. عندنا هذاك لو جون دوف دخلهم غير تاع الحليب. هاد الشريط تاعنا ندير له هكا الماء باش يلصق لي مع الطبقه العليا. دونك نبدا ندير هكايا حتى وين نكمل الكمية تاعي. فوالا هكدا راني كملت سويتها كاع، سويها مليح هكا بيدي. دوك نختم هداك الصفار البيض نديرو كاع فوق هاد التورت تاعنا. باش تعطينا شكل شباب. نحكم حبة زيتون تحل من الأحسن.
وندخلها هنا. هاي ليك دوك ندخلها للفرن ودوك نديرو لي تيش تاعنا. الو لا بات فيتي اللي قعدت لي واش ندير لها؟ نحلها باش نديرو بيهم لي تيش هكذا. يا ما نرمي والو ميم كي تقعد لنا بات فيتي. فوالا نحكي مانون بورت بيس. ندير دي ديمونسيون هكايا حطها هنايا. الو هادو ما نعبزوهم شويه هكايا في الوسط. في الوسط برك نديرو شويه صلصه الطماطم. الو هذيك لاصوص طماطي طيبتها من قبيله معاكم درت لها شويه زعتره. هكذا كملنا وندير لها الجوانب هذوما كاع يتيك نديرو بال بهذاك صفار البيض باش يعطيني البيل دو باش يعطيني لون ذهبي شباب. هاوني كي البنات بعد ما الطبق تاعنا راه يبارك عليه ما شاء الله. وكنت خيرت بالعاني هاد الزجاجي باش نعرف بليك من تحت اسك طابت تحمرت ملعب. شوفو فوالا بالعاني خيرتو زجاجي. هكذا ما بقى يقولكم الا تبقاو على خير تحيتكم ان شاء الله في الجنة والى نلتقى ان شاء الله.